السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا معكم لنستكمل سلسلة المحاضرات اللي بدأناها لنتحدث ونلم كل الموضوع حول كتابة رسائل الماجستير والدكتوراه، وكيف نساهم مساعدة الطلبة في إنجاز مثل هذه البحوث بصورة قيمة وسلسة، نخفف عنهم صعوبة هذا الإنجاز ونرشدهم بالطريقة الصحيحة اللي بتساعدهم على الوصول إلى مبتغاهم وأحلامهم. طبعاً تحدثنا في المحاضرات السابقة عن عدة مواضيع، والمحاضرات الحالية هنخصصها للحديث عن عنصر أساسي وكتير مهم والمفترض إنه يكون من العناصر اللي يتم تدريسها والتركيز عليها منذ المساقات أو الدراسة حتى في البكالوريوس قبل حتى الماجستير والدكتوراه، وهي مناهج البحث في اللغة والنقد. وطبعاً إنه لأنه لأهمية هذه المناهج ولأنها تعتبر ركيزة أساسية في الكتابة البحثية بشكل عام، سواء كان البحث لمساق معين في أثناء الدراسة، أو كان بحث للنشر في مجلة، أو في البحوث الأكاديمية المطلوبة في الدراسات العليا سواء الماجستير أو الدكتوراه أو أي بحوث أخرى. فالمناهج إشي كتير مهم. في المحاضرة هذه بس هنخصص الحديث بشكل عام عن المناهج. إحنا حكينا المناهج البحث إيش المقصود فيها بالتحديد، فنبين إنه في عندنا محددات أساسية لفهم كلمة المنهج أو إيش هي مناهج البحث العلمي وإيش أهميتها. من تعريفها ومفهومها بتتضح أهمية هذا المنهج. المنهج هو عبارة عن الطريقة، عن المعرفة الجيدة، عن المسلك، عن الأسلوب، عن الوضوح، عن الأداء، عن الوعي. كيف هاي كل الألفاظ بتدل على المنهج؟ المنهج عبارة عن أداة وطريقة ومسلك وأسلوب، وبيتم من خلاله جمع القواعد والقوانين اللي بتساعد في السير وفي آلية معينة للوصول إلى حقائق أو نتائج حقيقية حول الموضوع اللي إحنا خصصنا له دراستنا أو بحثنا. يعني في عندنا أسلوب معين لازم نتبعه وفق خطوات وآلية معينة وفق أدوات معينة بتتحدد في هذا المنهج. هذه الآلية والطريقة والمسلك بتكون عبارة عن أداة لنا نتبعها ونلتزم فيها لتساعدنا للوصول إلى أهدافنا الموضوعة مسبقا من البداية بشكل صحيح. يعني هي بتكون عملية تنظيم وضبط لعملية البحث بشكل عام. والالتزام بالمنهج وبأدواته وطريقته وآليته والوعي فيه والإلمام فيه بشكل كبير هو الضمان الحقيقي للوصول للبحث للمنجزات والأهداف الموضوعة لأي بحث كان. الفكرة تحت نشأة فكرة المناهج وين أتت؟ هو الأساس إنه كان في عنا وعي من عند القدماء لفكرة إنه أي بحث أو أي حتى كتابة مهما كانت، يعني طبعاً في المنجز العربي قبل الغربي القديم كان في عنا كتابات كثيرة سواء نثرية أو شعرية أو غيره، وكان في وضوح لفكرة إنه أنا لما بكتب الشعر بيكون في عندي أدوات وآلية، حتى لو كان في عنا عشوائية في بعض الأمور، لكن كان في وعي لهذا المنظور. لما كان في كتاب معين بنكتب وكانت تتحدد الاتجاهات إنه أنا الكتاب هذا نقدي، أو الكتاب بتناول الحيوان، بتناول الشعر، بتناول الأدب، بتناول المثل الشعري، بتناول النحو، بتناول قواعد البلاغة أو غيره، كان في آلية، في وضوح، في منهجية عند كل باحث إنه أنا عندي كتاب بدي أبدأ فيه أحصر مثلا القضايا البلاغية، القضايا النقدية اللي تناولها الشعراء، اللي تناولها الكتاب القدماء وغيره. يعني فكرة الوعي موجودة بهذه المنهج، وإنه في لكل إشي آلية معينة للوصول إلى الأهداف. وطبعا حتى المنجز الغربي وآراء المحدثين من ديكارت وغيرهم، برنارد وغيرهم، أكد إنه
أكدوا أو أرجعوا اللي هم استفادتهم لكثير من العلماء العرب مثل ابن خلدون وابن سينا وابن حيان وغيرهم، وإنه استفادوا من رؤاهم في وحديثهم عن المنهج وغيره. الفكرة الثانية إنه الأساس اللي بنى عليه أو متى بني فكرة إنه في عندنا مناهج بحثية، وصار في دراسات كثيرة وصار عندنا مناهج متراكمة وغيره، كانت من عند اللي هو العالم فرانسيس بيكون اللي كتب كتاب الأرجوان الجيد، وكانت النقطة الأساسية اللي تحدث عنها وكانت منطلق لأنه إحنا نشهد عصر من الإنجاز والبحث العلمي الدقيق والمؤكد والوصول إلى حقائق علمية من عنده، حيث أكد أنه يجب أنه ننتهي من زمن الفلسفة اليونانية القديمة بكل ما تحمله من نظريات بعيدة عن الحقائق العلمية المبنية على القياس فقط، ودعا إلى أن تكون كل عملية أو كل بحث علمي مبني على اللي هو التجريب والملاحظة. يعني إحنا بنضع الظاهرة المعينة تحت التجريب والملاحظة، وحينها إحنا حنحصل على نتائج دقيقة عن الموضوع. أهمية نتائج البحث وفوائدها هذه بتبين من خلال عند شرح كل طبعا منهج من اللي حنتحدث عنهم، وأكيد بينت واتضحت من الحديث الأول عن مفهومنا لفكرة المنهج، إنه هو طريقة وأسلوب بيوصلنا من خلال أدوات معينة إلى الأهداف اللي نكون وضعناها مسبقا. يعني هو أسلوب كتير بيسر عملية الوصول إلى الأهداف أو إلى النتائج الدقيقة من البحث العلمي اللي إحنا حددنا وجدنا له. بالنسبة للفرق أو الاختلاف بين مناهج النقد ومناهج اللغة، عندنا نوضح شغلة، إنه في عندنا بما إنه إحنا بنحكي شوية عن اللغة العربية تخصصنا في هاي المحاضرات لأنه تخصصي، بدنا نوضح إنه في عندنا مناهج بتخص النقد، يعني بتتناسب مع النقد بما يحمله من أدب وشعر ومثل ورواية ومسرح وغيره، وفي مناهج تتناسب مع اللغة أكتر. يعني في بعض المناهج لا يمكن يعني إنه تصل إلى نتائج دقيقة من خلال مناهج نقدية. مثلا عندنا إنه المنهج الوصفي اللي هنتحدث عنه لاحقا بيناسب المناهج النقدية والمناهج اللغوية، كذلك المنهج المقارن، المنهج ممكن نقول حتى المناهج القديمة اللي هنتحدث عنها ونوضحها. لكن في بعض المناهج النقدية بالذات الحديثة قد لا تتناسب مع أو لا نحصل من خلالها على نتائج دقيقة بالنسبة للمناهج، بالنسبة للغة سواء نحو أو صرف. ففي عندنا هنتحدث لاحقا في خلال المحاضرات إنه مناهج بتتناسب مع النقد ومتطلباته، مناهج تتناسب مع اللغة. في عندنا مناهج نقدية قديمة وفي عندنا مناهج نقدية حديثة. القدم والحدث الحداثة هاي من ناحية الظهور فقط لا أكثر، يعني إحنا بنستخدم كل هاي المناهج، وفي عندنا غير هاي المناهج. في عندنا مناهج مثلا بتستخدموها التربويين اللي بتنبني على المناهج الاستقرائية والمسحية والتجريبية والتنبؤية وغيرها، وهذه كلها مسميات، حتى المسمى بيكون له دلالة مركزة على المعنى. لو بنحكي عن المناهج النقدية القديمة، كان في عندنا 6 مناهج أساسية اللي هي التاريخي والجمالي والنفسي والاجتماعي والمقارن والتقابلي، وهنحكي عن كل منهج بالتفصيل، بس الفكرة الأساسية من كل منهج إنه العنوان، اسم كل منهج بيدل على جزء كبير من المفهوم، ودائما العنوان بيحمل كينونة أو بيكون علامة ومفتاح لفهم الموضوع. وطبعا في هذا الاتجاه التاريخي يعني هياخد جانب اللي هو تسلسلي وتتابع مع التاريخ، الجمالي هيختص بالجماليات، النفسي هيكون في له دراسات نفسوية ونفسانية فبتختص بكل بالظاهرة اللي بندرسها، الاجتماعي بدرس من ناحية اجتماعية، المقارن بيتخذ بين لغتين بين ظاهرتين مقارنة أو بين شاعرين وغيره، والتقابلي برضو بتناسب مع الدراسات اللغوية أكثر وبتخز معاني المقارنة نوعا ما، وحنفرق في المحاضرات اللي بتختص فيهم كل واحد في دلالته. بالنسبة للمناهج النقدية الحديثة فإحنا شهدنا تطور رائع وجميل ومتسارع مع كل التطور اللي بنحدثه في عصر العولمة والتقنية الحديثة واللغة
اللي أصبحت منفتحة على العالم وتقنيات وثورة الاتصالات اللي خلت كل البشرية تتقدم، كمان المناهج النقدية الحديثة بتتأثر وتتقدم، وبيظهر عندنا مناهج جديدة منها الأسلوبية البنيوية السيميائية التداولية، المنهج الأسطوري، النقد الثقافي، الرمزية، التأويلي، وكل واحد من هاي المناهج إحنا هنقف عليها بالتفصيل ونوضح أهميتها والاستفادة منها. وكل هاي الأمور بكل محاضرة هنتحدث عن واحد من هاي المناهج ونوضح كل معالمه واتجاهاته وما يدور حوله ونفهمه للطالب، عشان يبقى في البداية لازم نكون عندنا إلمام بكل هاي المناهج، عشان عند اختيار المنهج المعين أو الدراسة المعينة اللي إحنا نختارها نكون فاهمين هاي المناهج ونختار المنهج الأنسب اللي بفيدنا جميعا. تحياتي لكم، يعطيكم ألف عافية. Thank you.